تصدرت مصر جدول ترتيب البطولة الإفريقية للتجديد ب11 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الأول من البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي والمستمرة حتى يوم الاثنين المقبل. وحصدت مصر 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية، فيما جاءت تونس في المركز الثاني بواقع 4 ميداليات ذهب وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية، فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.